فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. مساء النور والسرور، مساء الخير والخمير، ومساء الرزق الكثير، مساء العنبر والياسمين، مساء يوم جميل بحال المستمعين الكرام ديال قناة سمح حكايتي. نتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم وكيف ما عودتكم، هذا هو الجزء الثاني من قصة ديال صبرة اللي حكات لينا الجزء الأول من القصة ديالها، و غادي تحكي لينا القصة الجزء الثاني من القصة ديالها بطبيعة الحال اللي غادي نسردو لكم على لساني. بغيتكم تبقاو معايا حتى النهاية لأن هي كتعاني من واحد المشكل وحبت أنها تاخد بالنصيحة ديالنا شنو تقدر تدير. عافاكم بقاو معايا حتى الأخير باش ما نحرقوش. شفتني ماما زتزمت ومرضت، قالت لي شوفي يا بنتي، إلا كانت هاد الخطبة اللي دايرة لك هكذا اللهم بلاش، غادي نتصل بالناس ونقول لهم الله يسهل عليكم بمحسن. قلت لها ماما والله الا غادي ديري فيا خير كبير، فعلا داكشي اللي كان من مورا ما ردينا على دوك الناس غادي نعرف ان داك السيد سكري وكيشرب الدواء ديال الاعصاب. وهنا ارتاح الضمير ديالي، قلت واخا حتى نتزوج به 100% ما غاديش ينجح داك الزواج، اكثرين انا باقا عاد كنبغي داك الولد بزاف وما قدرتش ننساه. والله يا خوتي فاش كيوصل الليل كنبقى نبكي نبكي عليه وما كنبين حتى لشي واحد شي حاجه، حيت كلشي عارفين وتخلى عليا وانا ما رضيتش وحسيت بحالي طاحت القيمه ديالي. المهم اخوتي مشات ايام وجات ايام، واحد النهار حطت اختي واحد السطاتيو في الفيسبوك على الحب وانا كتب كومونتير ليها، قلت لها الله ينعل هذا الحب هذا. هو يجاوبني واحد الحساب ما عرفتو منين جاني، كتب لي عيب عليك صبرا. يا اخوتي فاش قريت داك الكومونتير حسيت بحال هو اللي كتبو ليا، انا والله ما قصدتو بديك الهضره، ولكن هو يسحب لي درتو عليه وقال لي على الاقل شوفي غير في العشره. ديك الساعه دخلت هضرت معاه في الخاص شويه لقيتو بلوكاني، من بعد اتصلت بيه فاش جاوبني قال لي ما تصوريش شحال راني فرحان ملي اتصلتي بيا، بحال كتب لي عمر جديد. قلت لي حتى انا راه توحشتك بغيت نسمع صوتك. ديك الساعه اخوتي قال لي اليوم نبغي نشوفك مع الخمسه ديال العشيه. قلت ليه واخا، نسيت ما قلت لكمش فهاد الفتره راني في دار جده، لا انا ولا ماما ولا خواتاتي، حيت كانت الوالده تطلقت من الوالد ومشينا نسكنوا مع جداتي. ارجع لكم فاش قال لي نتلاقاو مع الخمسه ما عرفتش شنو وقع لي حتى لقيت راسي في السبيطار. فاش فقت قالوا لي دارنا انني شربت الدواء ديال الزهايمر، وهاد الدواء ديال جداتي كانت حاطه في واحد البواطه ومشيت انا شربته كامل. والله يا خوتي بقيت مده ديال شهر ما كنعقل على والو، بحال عقلي تمسح. فاش بديت كنتفكر شويه تفكرت اخر حاجه درتها قبل ما نشرب داك الدواء هو الموعد اللي تفهمت نتلاقى فيه مع انا وحبيبي. صافي فاش فقت قالت لي ماما واش تهضري معاه، راه كيسول عليك كل نهار، الولد غادي يحمق. قلت لها واش نهضر معاه وانا مازال شاد في المفعول ديال الدواء. هي هذيك هضرت معاه وتفاهمنا نتلاقى، وفعلا تلاقينا. وعلى ما قال لي هو انني غير شفته مشيت كنجري وعنقته قدام الناس. من داك الساعه خوتي بقى شاد فيا وما تخلاش عليا وقال لي ما تفكريش تفرقي معايا، وحتى انا عمرني تخلى عليك وطلب مني السماحه وقال لي يقدر هذا الشيء وقع لك بسببي. صراحة هو كان واحد الانسان اللي صعيب ومشكاك وعنده حب التملك، ولكن من كثرة الحب اللي كنت كنبغيه كنت كنعذرو وكنقول واقيلا بقوه المحبه اللي كيديرها اللي كيحبني كيدير ليا بحال هكذا. فاش رجعنا لبعضياتنا شجعني باش نرجع نكمل قرايتي، خداني سجلني في الجامعه، بدلت التخصص ديالي. من بعد وليت كنعيش مره مع ماما مره مع بابا. من بعد فاش طلقت ماما من الوالد جاتو صعيبه وتصدم وعيا يرغب فيها باش ترجع ليه. قال لي غادي نفتح لك صالون ديال الحلاقه وندير لك الشهريه ونكتب لك الدار بسميتك غير رجع ليا. مع العلم الوالد كان شاد الدار ولكن ماما ما قبلاتش، قالت لي واخا تكتب لي هاد المدينه كامله غير انت اللي ما نرجعش ليك. اما انا خوتي بديت كنجري انا وحبيبي من راقي راقي، ما خلى مسكين في فين ما خداني، حتى جاب لي ربي الشفاء على واحد الراقي وهو اللي تكلف ليا بكل شيء حتى وليت بخير الحمد لله. نهار الحصه التاليه مشيت فيها عند داك الراقي ما غوت ما والو، كنت ما فرحت بقيت كنبكي، حمدت ربي وشكرتو وقلت واخيرا ربي استجب للدعاء ديالي، لانني اخوتي كنت دائما كندير قيام الليل باش ربي يجيب ليا الشفاء ويرجع ليا حبيبي اللي كنبغيه بزاف ويخليه ليا وما يحرمنيش منه لا دنيا ولا اخره.
صراحة وتا هو صدق معايا ولد الناس، شد ليا في يدي حتى بريت وعرفني، عرفني على اختو وعلى الام ديالو. داك الوقت ما عرفنيش عليها حيت كان كيحشم منها بزاف. مع العلم فاش رجعت انا وياه ما بقيناش كنديروا الحرام، بقات العلاقه ديالنا نقيه والاغلبيه غير في التليفون. ايوا يا خوتي، فاش شفت راسي تعلقت بهذا الولد بزاف رجعت عاوتاني كنقيم الليل يوميا المده ديال 10 ايام، كنطلب من الله يجعله من النصيب ديالي. حتى لواحد النهار بالجمعه اتصل بيا قال لي يا صابره انا ما ارتاحش لهذه الوضعيه اللي راني فيها، وانا راني بغيتك تكوني مراتي وحلالي. عرفتو اخوتي بكثره الفرحه حتى لقيت الدموع ديالي كيهبطوا ليا من عيني، وبلا ما نعيق بقيت غير ساكته شويه ويقول لي صبري عليا غير شي مده على ما نشري الخاتم ونجد لك داكشي اللي كيجيبوا الناس الخطابه ونجي نخطبك. قلت ليه واخا صافي ان شاء الله. نط كنسجد لسيدي ربي وكنقول الحمد لله يا ربي الحبيب اللي استجبتي للدعاء ديالي، يعني ربي الحمد لله كبير بزاف. ايوا يا خوتي من مورا هادشي عاوتاني ربي فتح ليا بيبان الرزق، تعلمت لواحد الحرفه ورجعت هي مصدر الرزق ديالي. الحمد لله رجعت بفلوسي وما ناقصني حتى شي خير، واللي فتحت عليها ماما فمها كنحضرها ليها، وحتى بابا ما بخلتش عليه، وخواتاتي كذلك برعتهم برعت راسي الحمد لله. اما حتى داك الانسان اللي كنبغي حتى هو غير على قد الحال، غير كيضيباني مع الوقت وصافي، وحتى ديك الطوموبيل اللي عنده غير على قد الحال، المهم كتديه وكتجيبو. ما علينا، دازت واحد الفتره شفت الولد كاع ما جاي يخطبني، رجعت دائما مصدعة عليه راسو بهذا الموضوع، فوقاش تجي لدارنا وفوقاش نديرو الخطبه. فوق ما جبدت عليه الموضوع كيقول لي هاد البنت غير صبري شويه غير صبري. حتى لواحد النهار وانا نقترح عليه واحد الاقتراح، قلت ليه علاش ما نشريوش غير الخاتم كون عادي المهم نتخطبو ورجع ديالك. قال لي لا الا ما شريتش لك خاتم ديال الذهب ما نشريش. وانا نقول ليه اش فيها الا سلفت لك شي حاجه ديال الفلوس شري ليا. من بعد ردهم ليا، قال لي واش انا ماشي راجل باش تسلفيني انتيا. صافي بقيت معاه حتى قنعته، جيت انا وياه شرينا داك الخاتم خلصتو، مشى هو كوموندا الورد تامن على النهار ديال الخطبه. ايوا هي تجي كورونا، داروا لينا الحجر الصحي، وقلت لي انا ما غاديش ناجل الخطوبه ديالي واخا نعرف نموت. صافي فعلا جاو في داك النهار، جابوا داك الشيء اللي قسم الله. قبل ما يجيو خرجت انا تقديت وشريت المعل الحلوه القفطان اللي لبست شي حوايج اخرين، درت واحد الخطوبه اللي بسيطه ولكن راقيه في نفس الوقت. فداك النهار بانت ليا غير اختو اللي كنعرف هي اللي فرحانه، اما مو واحد اختو اخرى هي لطيف السم كيقطر منهم وما بيناش عليهم الفرحه نهائيا، مع انني واحد البنت اللي زوينه. من بعد سمعت ان الام ديالو قالت لهم البنت مليحه ولكن سمره بزاف، ما عليهم السمريه ديالي عاديه جدا اخوتي. ما علينا، دازت الخطوبه بخير وعلى خير. ديك الفتره ديال الخطوبه بديت انا كنشري الحوايج ديال الزاج بالفلوس اللي كنوفرها من ديك الصنعه، حيت والديا كيف ما كتعرفوا ما عندهمش وما كاينش اللي غادي يعاونني. ايوا يا خوتي بغيت غير نتزوج ونستقر في داري، حيت كانت الامنيه ديالي ندير وليدات. المهم داز مده، واحد النهار قال لي خطيبي انا نبغيك تلبسي الجلابه. مع العلم كنت كندير فولار وكنلبس حوايج مستورين، ولكن هو بغاني نلبس الجلابه. صافي قلت لي ما عندي حتى شي مشكل. حاجه وحده اللي ندمت عليها خوتي انني في ذاك الوقت كنت كنخدم ما درتش مشروع خاص بيا، كان المشروع ديالي هو نكمل زهاجي ونتزوج. واخر حاجه اللي كنت كندير مع خطيبي كنقول ليه عطاني باش نشري ليك البرودويات اللي كنخدم فيهم، فاش كنبيعو فاش نبيعهم نرد ليه راس المال وحتى الربح. فعلا داكشي اللي كنت كندير معاه، يعني انا كنت كنبيع ليه فقط ما كناخذ معاه حتى شي دورو، وبهذا الشيء باش قدر يجمع شويه باش ربيت النعاس وعاون راسو. وانا كنت شديت بيت جداتي الله يرحمها، فيه كنت كنخدم داكشي اللي تعلمت حكم جداتي توفات مسكينه قبل ما نتخطب. المهم في داك الوقت اللي كنت انا كنخدم كانوا الناس كيجيو ياخذوا الطلبيات ديالهم من الدار. ماما كانت عصبيه بزاف وكتغوت على والو، صراحه كنت كنحشم قدام الناس خصوصا فاش كدير هكذاك. بقيت كنشوف حتى عيط، حتى اللي هضرت مع الوالد بحكم الدار اللي كان شاري غير ساده يعني ما ساكن فيها حتى شي واحد. قلت لي عافاك بابا عطي لي هذيك الدار نخدم فيها. بصراحه وافق وما كان عنده حتى شي مشكل. فعلا انتقلت لديك الدار بديت كنخدم فيها. فاش شافني الوالد خدامه مزيان قال لي يا بنتي هاد الدار فيها شويه ديال الكريدي، خاصني نخلصو للدوله باش نتعاون انا وياك، تخلصي النص وانا نخلص النص حيت تابعيني مصاريف واختك راها مريضه بزاف. مع العلم هاد اختي كانت منعها مرات الكلية تجي عندنا، فسقت لي الخبر انني كنخدم في الدار ديال الوالد جات عندي مسكينه واخا كانت مريضه. هي هذيك قالت لي علاش اختي ما عرفتينيش الخطبه ديالك، داك الوقت كانت عندها 13 سنه. والله يا خواتاتي فاش قالت لي هاد الهضره الا بقاها فيا الحال جاتني البكيه. قلت لها لا اختي درت غير خطبه بسيطه حتى العرس وتحضري ليا ان شاء الله.
مع العلم خوتي من الوالد والله الا كان حماق عليهم وما عمرني درت الفرق بيناتهم وبين خوتي الاخرين. ما علينا، مورا ما جات عندي اختي بعشر ايام سقنا الخبر انها دخلت للسبيطار وقالوا لبابا انه عندها فقر دم حاد وخاصها ضروري تزيد ليها الدم. انا فسقت الخبر مشيت تقديت ليها داكشي اللي خاصها ومشيت لعندها السبيطار. فاش شفتها بانت ليا الحاله ديالها ما مزياناش مسكينه. قبل ما نمشي بحالي عيطت على بابا عطيت ليه شي بركه قلت ليه عطيها لمراتك تقدر تحتاج شي حاجه تشريها لاختي بحكم انا ما كنهضرش مع مرات الوالد. هي هذيك عاوتاني زرتها المره الثانيه وفي نفس ونفس الشيء البنت حالتها هي حالتها ما تحسنتش نهائيا. داس واحد المدج عندي الوالد في الصباح كيبكي قلت ليه مالك ليا بنتي اختك ما راهاش مزيانه قلت ليه كيفاش قال لي البنت غير هز عينيها الفوق فاش كنهضروا معاها ما كتجاوبناش. ايوا هي خوتي بلا ما نعيق مشيت كنجري شدي الطاكسي مشيت عندها السبيطار غير وصلت لقيت كاع الاطباء والفرمليه في الغرفه ديالها. فاش جيت ندخل ما خلاونيش رجعت للور بقيت جالسه شويه خرج عندي بابا قال لي من الاحسن رجعي للدار وشوفي لينا في الفيسبوك الا تلقاي شي واحد يتبرع لاختك بالدم. بديت كنقلب على شي متبرع اتصلت بالخطيب ديالي قلت ليه اشنو كاين اشنو كاين. جا الصراحه جاو معاه شي ناس مدوني يد المساعده. الغد اللي في العشيه خوتي اتصل بيا بابا قال لي غادي نقول لك واحد الحاجه ولكن ما نبغيك لا تبكي ولا تغوتي. قلت ليه شنو كاين قال لي اختك الله يرحمها. غير قال لي ديك الهضره خوتي طحت في الارض بديت كنغوت ما تصورش شحال تالمت واخا ما كنتش عايشه معانا في الدار وما كنتش مولفه بها بزاف ولكن كتبقى اختي من لحمي ودمي. ايوا فاش مشيت نهزي الام ديالها قالت لي انت اللي دعيتي فيا قلت لها اتقي مولاك انا بصح دعيت عليك ولكن ما كنتش متوقعه تخرج ليك في الكبده ديالك وكان يحسب ليا هكذا كون سمحت ليك واخا ما طلبتيهاش مني. مع العلم هي فاش وجهها الوالد داكشي اللي دارت ليا حلفت في المصحف وبرات وليداتها ان عمرها ادابني. المهم ماتت اختي مسكينه. فات الوقت من موراها بخمس شهور قرب عرسي وبديت عاوتاني كنجري ونجاري كلشي درتو لراسي لا من الماكله ولا من الكافه ولا من كلشي يعني حتى شي واحد موقف معايا حتى من الكادوات اللي جاوني بساط بزاف. صافي درت عرس بسيط روحت عند راجلي وانا فرحانه. تصوروا فاش خرجت من دارنا دمعه وحده ما نزلتهاش من عيني بحال درت شي انجاز. ايوا بديت حياتي الزوجيه وديك الليله اللي روحت فيها عند راجلي كنا متفقين ما غادي يكون حتى شي واحد في الدار من غيري انا وياه ولكن صدق العكس. فاش فرقوا كلشي وكل واحد مشى بحاله كانت فاجئ بعدوسي وبناتها وولادهم بقاو في الدار وجاو نعسوا في البيت اللي متلاصق حدا بيتي. انا ما عجبنيش الحال حيت ما غاديش نلقى راحتي مع راجلي. الراجل شد فيا وبغى ديك الليله تكون ليله ديال الدخله. الصراحه ما تعاملش معايا مزيان بحال الا بغى غير يقضي غراضه. المهم سهل ربي في ديك الليله الحمد لله داز كلشي بخير وجمعت داكشي حطيته فوق الكفوزه باش في الصباح غادي نسافروا. قال لي راجلي خليه غير محطوط تما باش ما تشوفو امي ويعرفوا ان خليه تما باش تشوفو امي واختي يعرفوا ان ولدهم راجل وانتي باقا بنت. انا الصراحه جاتني هضرتو بشي شكل استغربت فيها ما كنتش عارفه عنده ديك العقليه القديمه وفي نفس الوقت كنت خايفه يمشي يدير ليا شي حاجه في ديك الصباح يديروا ليا شي حاجه في ديك الصباح ديالي حيت انا من داك الشيء اللي وقع ليا رجعت مع قدام السحر. الغد ليه نوضنا وجدنا راسنا باش غادي نسافروا. فاش جيت خارجه عيطت عليا عقوسي قالت لي فاش تكوني ماشيه قولي ليهم كاملين تبقاو على خير. قلت لها واخا بطبيعه الحال غادي نقولها ليهم. منين خرجت اخوتي بقاو كيطلعوا فيا من راسي حتى لرجليا. هي هذيك سافرت انا وراجلي دازت داك السفر شويه عيان حيت مرضت والجو كان بارد. صافي دوزنا واحد 3 ايام رجعنا بحالاتنا. ملي رجعنا للدار لقينا مرت خوه وعقوسي تصور خوتي ديك الليله اللي وصلنا فيها ما وجدوش لينا حتى العشاء. ناضوا سخنوا غير الحريره اللي بقات ليهم من العرس وحطوها لينا. الغد لي في الصباح صبحت العدوزه كتدق عليا الباب العروسه فيقي النهار راه طلع وانت باقا ناعسه. بقيت انا كنقول بالي يا ربي انا هاد عروسه جديده ويلا راجعه من السفر وعيانه وهي صبحه كتدق عليا على الصباح. ايوا وافقت على سعدي ووعدي دخلت للكوزينه وجدت الفطور درت ليا قهوه وحليب جلست معاها شويه من بعد دخلت قديت البيت ديالي صايب الداز ديالي. من مورا دخلت للكوزينه وهي تقول لي العكوزه واش انت بديتي الشغل من هاد النهار. قلت ليها واه واش فيها قلت ليها مازال ما كملتيش 7 ايام. قلت لها ماشي مشكل انا بحال بنتك وانت بحال امي. هي ملي شافتني بحال هكذا قالت لي ربي جابك ليا داكشي اللي بغيت نيت. ايوا بدات المعاناه. فاش كندخل الكوزينه كتقول لي شنو كديري فاش كندخل ندوش كتقول لي علاش ما شاورتينيش قبل ما تدخلي للدوش.
لا نوض في الصباح معطله كتقول لي علاش نطي معطله، ولا ما عرفتش ندير شي حاجه مثلا نشرت الكسوه كتقول لي اش هاد النشير اللي درتي، يعني كان لسانها ماضي بزاف. وانا كنت غير كنميك وكنسكت، اش كيدخل الراجل للدار كتقول لي قدامي يعاودي لراجلك داكشي اللي درتي، كنقول لها شنو درت، وهي تقول لي كتقول لي هو مراتك صايبه الخس وما تنصو في الكرسي، وانا اخوتي اش كنلقى شي ورقه مثقوبه ولا ضايعه كنلوحها. المهم باختصار هاد العكوزه موريه ليا الويل الكحل يا اخوتي، والمشكل الكبير حتى ولدها جاي في صفها، فاش كنقول ليه امك صباتني ولا دارت ليا شي حاجه ولا فعلت ليا كيقول لي هذيك امي ما عندي ما ندير ليها، كان كيقول لي واخا تفل عليك فوجك مسحيها وسكتي، ولا هضرت ودافع ولا هضرت ودافع ولا هضرت ودافع حتى على راسي كيبغي يهز عليا يدو. وغير مؤخرا وصلت للطلاق بسبب عدوزتي وبنتها. هاد بنتها والله يا خوتي كنسمعها بودنيه كتحرش فيها، ديري ليها فعلي ليها، وهي كتجي دير فيا كامل داكشي اللي قالت ليها بنتها قبل ما نحمل، حيت انا تعطلت عاد حملت تقريبا بقيت شي 10 شهور عاد حملت، بقاو كيقولوا عليا انني عاقر وما كنولدش، بحال نسى خوت راجلي بحكم هما تزوجوا قبل وما عندهمش الولاد. مع العلم المشكل ماشي بنات الناس، مشكل في ولادها هي، غير انا الحمد لله كان عندي مشكل بسيط، شربت الدواء سهل عليا الله وحملت وحاليا باقا ما ولدت. دابا اش غادي نقول لكم اخوتي، انا كنعاني بزاف مع دوزتي اللي كتحرت عليا الليل مع النهار وحاسباني بحال شي خدامه، فاش عيت اتصلت بابا قلت ليها جيت تشوف هاد الناس حاسبيني بحال خدامتهم، فاش جا هضر معاه داكشي قال ليه انا جبتها خدامه، بغات هاد العيشه مرحبا، الا ما بغاتش مرحبتي، هي اخوتي قالها بحال ما هكذا. وشنو دار بابا؟ مشى وخلاني وقال لي خاصك تصبري، واخا اخوتي العام الاول ديالي ديال الزواج شفت القطران تصور اخوتي الساروت ديال البيت ديالي حيدوه ليا ورماوه، يعني وليت فاش كنمشي عند العائله ديالي كيبقى بيت نعاسي محلول فيه الخصوصيات ديالي، فاش كنرجع كنلقى حوايجي مقلوبين وما كنلقى حتى شي حاجه في بلاصتها، ولا دخلت لبيتي وسديت عليا ما كيعجبهاش الحال وكتجي تفتحوا عليا بلا حيه بلا حشمه وتخلي كاع داك الشرجم من البلكونات ديال الدار وتجي تطل ليا من الشرجم ديالي. تخيلوا شي مره عاوتاني كتقول لي انت ما نعرف كيفاش دايره، ماشي بحال نسى عمرني سمعتك قلتي شي كلمه حلوه هو لولدي. يا خوتي انا راه كنحشم، فاش كنبغي نقول ليه شي حاجه كنقوليها ليه فاش كنكونوا بجوج بينا ماشي قدام الام ديالو. والله ما فهمت انا هاد المره كيفاش كتفكر، وكتبقى عاوتاني كتعاير فيا حكا انت كاع ما درتي الدب كيف قراناتك وما جبتيش الحوايج كيف لياتك، هي ما عارفاش انني انا اللي درت كل شيء لراسي وحارت باش نتزوج بولدها، ولا بغيت نخرج انا وراجلي غير مثلا نتقداو شي حاجه بحال المعان كتلصق فينا وكتبقى علينا لا ما تشريوش هادي ما ديروش هادي. مع العلم المعان اللي عندها في الدار قدامين بزاف، والله شي مرات ما كنلقى حتى تبصير زوين اللي نحط فيه للضياف. بالرغم من هادشي اللي كدير لي اخوتي كنتعامل معاها مزيان، صب ليها ندوس ليها نحك ليها دارها الماكله كتوصل ليها حتى لبلاصتها نمشط ليها شعرها، وهي والو واش كتشوف لهادشي حرام، بالعكس كتكرهني بزاف وما عندهاش معايا. اما راجلي كيخاف يشري ليها شي حاجه يشري ليا شي حاجه بوحدي، ولا تشهيت شي حاجه خاصو يجيب ليهم كاملين ولا ما يجيبش كاع، مثلا الا جاب ليا انا حبه ديال التفاح خاصني نقسمها على ثلاثه باش يتجنب الصداع. انا ما كنقول ليه والو اخوتي، بصح هذيك مو، ولكن حتى انا مراته وخاصو ينفق عليا قبل منها حيت هي عندها الخلصه ديالها. شي مرات فاش كتكون هي عند بنتها كيخرجني نتعشاو على برا ولا كنديروا عشاء رومانسي في الدار، ولكن مره في الزمن حتى كنمل. ايوا هذه هي قصتي وحكايتي، انا اخوتي حاليا راني مريضه بزاف وجاني السكر ديال الحمل وكندير الانسولين وحالتي حاله والله العظيم الا عييت، بغيت غير نعيش كيفي كيف الناس، ولكن ما كرهتش نخرج من هاد الدار، والله الوليت كنشوف الحياه ديالي ما عندها حتى معنى، وانا في وسط هاد المشاكل هادو كاع وكاع ديك الاحلام اللي كنت حلمت بها نعيشها حياه زوينه مع راجلي تبخرات ومشات في الهواء، وحتى الخدمه ديالي حبسني منها حيت مو حرشاتو قالت لي حرام، مع العلم خدمتي عاديه كنخدم غير داكشي اللي كيصحاح ومكملات الغذائيه، والمشكل حبسني من الخدمه وفي نفس الوقت ما كيعطيش ليا الفلوس وما بقى ليا والو نولد وحتى شي حاجه ما موجده. فاش قلت ليه نديرو كيسو نبقاو نجمعو فيه الفلوس كيبقى يغوت ويزعف عليا حكا كطيحي ليا من قيمتي، وهذا الكلام كيدير ليا وكيفعل ليا يعني ما كيتيقش فيا. وانا يا خوتي قلت ليه هكذاك حيت عارفه الخدمه ديالو على قد الحال والمدخول ديالو قليل بزاف، وهذا الشيء اللي كاين اخوتي.
دابا طالباكم تنصحوني كيفاش نتعامل مع هاد المرأة، وحتى راجلي راسو قاسح وما كتنفع معاه حتى شي حاجه، لا كلام حلو ولا شي حاجه اخرى. عافاكم اخوتي قولوا لي شنو ندير، حيت ما بقيتش قادره نصبر على هاد العيشه. حتى الا بغيت نطلق ما كاينش اللي يهزني، ما هزونيش حتى فاش كنت بوحدي. حرك دابا انا وهاد الشيء اللي في الكرش ديالي. الله يجازيكم بالخير لما تفيدوني بالنصائح ديالكم، وكنشكركم على حسن الاستماع ديالكم، والسلام عليكم. صبرا يا صبرا، الله يجعلكم الحامدات الشاكرات الصابرات العفيفات. وكيف ما سمعنا القصه ديال الاخت صبرا، لا في الجزء الاول ولا في الجزء الثاني، فهي كانت عندها معاناه من جميع النواحي. المعاناه الاولى كانت عندها مع الاهل ديالها، كان عندها واحد الاب غير مسؤول، ومن بعد جات عند واحد الرجل اللي كثار من باها. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا اللي كيبقى فيا، انا اول حاجه بقات فيها الام ديالها انها ولدت 6 ديال البنات، وفي الاخر وفي اخر المطاف طلقت. علاش اختي كتزيدوا على راسكم في الطريق؟ وعلاش كتزيدوا على راسكم مسؤوليه والولاد؟ المسؤوليه ديال الوليدات خصوصا البنات راه صعيبه. الولد بعدا فاش كيكبر يخرج يمشي يدبر على راسو يخدم، اما البنت مسكينه شنو غادي دير في حياتها؟ راه كتعذب. نفس المصير ديال الام ديالك صبره غادي يكون ديالك حتى انتيا. هذا في حالتي ما عرفتيش تتصرفي وما عرفتيش كيفاش ديري. كانت عندك فرصه كبيره انك تخدمي وديري المشروع ديالك خاص بيك وتخلي الزواج من بعد، لان الحب اختي صبره ما كافيش. الحب وحده راه ما كيوكلش الخبز، واش فهمتي؟ الحب زوين، شي حاجه زوينه وعظيمه عند الله، ولكن بوحدو راه ما كافيش باش تنجح العلاقه. راه خصك التفاهم، داك الحب وداك الموده، داك شنو نقول، داك الرحمه هي اللي خصها تكون بين الازواج، لان الحب كيتبخر مع الوقت. الحب اختي صابره الا خصاتك غير شي حاجه مع راجل، واخا تكوني كتحماقي عليه، وخصاتك غير الصنداله ديال الميكا وقلتي له جيبها لي، هو ما قدرش انه يجيبها لك، كيبقى فيك الحال، وداك الحب كيمشي كيهرب ما كيبقاش، لان كيوليو عندنا واحد المسؤوليه اللي كبيره على العاتق ديالنا، لا ديالك ولا ديالو. دابا هو حطك ما بين نارين، وما حيلته وما حيلته ليك انتيا، راه الضغط كيولد الانفجار، راه الله يحسن العوان حتى ليه هو. ولو انه كيجي مع مورا من الضروري يجي معاها، الا ما جاش معاها تلقى راسو حاصل اكثر واكثر. فراك عارفه العاطفه ديال الام كي دايره وكيفاش كدير مع ولدها. هو الانسان خصو يشد الحق في كلا الحالتين، ولكن كاين واحد النوع ديال الراجل اللي كيكون كما كنقولوا حنا بودينا. فالوقت اللي قال لك حطي الصباح ديالنا فوق الكوفوزه باش امي واختي يعرفوني انني انا راجل، فهنا تعرفي ان الزوج ديالك ما فيدوش، لان هو راين بزاف لعائلته والام ديالو، وكيهمو الراي ديالهم فيه وحتى فيك انت. يعني فاش هضر هضر عليكم بجوج، اذا هو مسيطر من قبل الام ديالو وخواتاتو او اخته. يعني ما عندوش كيفاش غادي، اصلا هو اصلا محكوم من قبلهم، فكيفاش غادي يدير هو اصلا؟ كيقول لك فاقد الشيء لا يعطيه، واش هو ماسور او مسجون من قبل الام والاخت ديالو ويجي يفكك انت؟ راه ما يمكنش، اما تحبسوا بجوج، واما يعني تكون عندكم حريتكم بجوج. فشنو غادي نقول لك انا؟ هاد المشاكل بحال هادو ديال العجوزه وحكا كتظلمني وكدير لي وكتحضيني، راه كاينه هاد القضيه. راه الام النهار اللي كتجوج ولدها كيحسب ليها هذيك الزوجه راه خطفت ليها ولدها، داتو منها، صافي هكا كتاخذ الفكره، كتاخذ عليك واحد الفكره من البدايه، كتقول صافي هذه راه خدات لي ولدي، اذا ولدي ما غاديش يبقى ولدي، انا اللي ولدته ضربت عليه تماره وكبرته ورجعته راجل، جات هي داتو. هذا هو المفهوم ديال الام او ديال العجوزه كما كنقولوا حنايا. فهاد المشكل اللي كتعيشي فيه انت راه اغلبيه ديال الاسر المغربيه او الاسر العربيه ككل، ماشي غير المغربيه، الأسر العربية كاملة كتعيش هاد المواقف بحال هادو مع العديزات ديالهم. فماشي أي مشكل نوقعو فيه حنا مع عجوزتنا غادي نوضو نطلبو الطلاق ونبغيو نطلقو ونخرجو ونشردو الوليدات، خصوصا الإنسان اللي كيدير وليدات. وفي نفس الوقت ما غنقولكش صبري على الدل وعلى هادشي، أنا كنقولك من الأحسن الإنسان يصبر. هاديك عجوزك ما غاديش تدو معاك، عامليها بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وربي غادي ينتقم لك. وكيما انتقم لك ربي من زوجة الأب اللي حرقها ربي على قلب، حرق قلبها على بنتها، واخا ما بغيناش لذاك البنيته وبقات فيا، والله العظيم الا دمات وغرغرت
الا وان ربي خدالك حقك، يعني شتي الحق ديالك بين عينك وقلتيها، قلتي انا ربي كيستجب لي الدعاء. فلهذا حبيبتي تقربي، زيدي تقربي من الله سبحانه وتعالى. وهذه راه دروس ديال الحياه، اي امراه كدوز منهم. فنقدر نلقى شي وحده في الكومنتات تقول لي لا اختي امينه ما متفقاش معك. راه ماشي بالضروره يتفقوا معايا، علاش حنا دايرين هذه القناه؟ راه الا اتفقتوا معايا غادي 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 نفرح وغادي يعجبني الحال. علاش؟ لان كنقول انا مع راسي ايه، انا انسانه الحمد لله واعيه بالامور وقادره نعطي الانسان الحاجه الصح ونبين له الحاجه الغلط. ولكن الا ما كنتوش متفقين معايا كنفرح اكثر. علاش؟ لانني كتصحوا لي المفاهيم ديالي وكتصحوا لي داك الاخطاء ديالي، لان حنا ماشي ملائكه وما كنغلطوش، او حنا راه حنا الحمد لله مره كنخطئوا مره كنصيبوا، ماشي دائما حنايا حنا ماشي مثاليين كيف ما كيقولوا. فلهذا يقدر شي وحده تجي تقول لي لا اختي امينه وعلاش غادي تصبر للدل؟ هي راه دلت في ضربها قبل كاع ما تزوج. فهي دابا الا كانت مدلوله هي بوحدها في هذاك الدار ديال راجلها، فاش غادي تخرج تولي مدلوله هي وداك الشيء اللي في كرشها. فسبحان مغير الاحوال، سبحان الذي كيصبحها فشان بيتها فشان ويصبحها فشان. راه كتبات كما كيقولوا النار وكتصبح رماد. وسبحان مقلب القلوب. فدعي للعجوزه ديالها بالهدايه، ودعي حتى لذاك اللوسه ديالها بالهدايه، تعامل معاهم بما يرضي الله، تخدم شغلها، دير داك الشيء اللي بغات. اما الزوج ديالها تمشي معاه على حسب الاستطاعه ديالو، على حسب هو المقدور ديالو المادي. لانك انت اختي في النهار الاول، النهار الاول راكي عارفه هذا الراجل باللي ما عندوش وباللي على قد الحال، وباللي انت اللي تكلفتي بالعرس وباللي انت اللي شيتي الخاتم ديالك. فهذا الزربه ديالك انت زربتي على رزقك، ما خليتيش الخبزه ديالك طيب. فانت خصك دابا المشكل اللي فيك انت ماشي فيهم هما، راه ماشي نقول لك هما راهم ماشي زعما ما غلطينش معاك، لا راهم غلطين معاك، ولكن العيب فيك انت. تقولي علاش اختي امينه؟ انت راكي عارفه اني حقانيه وانسانه حياديه، ما نجي لا معاك ولا معاه. انت راه مازال ما تاقلمتيش بالوضعيه اللي راكي عايشه فيها. الا بغيتي تعيشي حياه مزيانه ومستقره هي انك تاقلمي بداك الوضعيه اللي انت عايشه فيها. ما تحسبيش ان هذيك عجوزك هي غادي تتعامل معاك بحال امك، راه الام ديالك ولا ما مشيتيش معاها في الخطره ما غاديش تخدم معاك مزيان. وراك قلتي ان الام ديالك انت كتخدمي وكانت كتعصب وكدير لك المشاكل. فانت في الداخل في المعامله ديالك اعتبريها بحال الام ديالك اللي كانت كتعصب معاك وكنتي كتصبري معاها الى اخره. فهي ترى ما اعتبرتكش بحال بنتها، فالمواقف هي اللي كتثبت. كاين شي عجوزات واخا تشعلي ديك الشموع وتبيني لهم الضو في عز الظلام وتهزيها فوق ظهرك وتلالي بها، راه ما تقولش فيك كلمات الخير. ولكن الانسان، انا كنوصيكم كاملين اخواتاتي، اللي بغات دير الخير في هذا الوقت هذا ديرو، وما تطلبش الجزاء ديالو، ما تنتظرش ان هذاك الخير يرجع ليها من داك الطرف هذاك. ديري الخير، ديري لوجه سيدي ربي، حطيه بين يدي الله وخليها تسرح. ربي سبحانه وتعالى غادي يجازيك ويكافيك على داك الشيء اللي كديري. عجوزك كتعتبريها بحال مامتك، راجلك صبري عليه، غدي البصر. ماشي كل حاجه تعلقي عليها، ماشي كل حاجه تحكري عليها، ماشي كل حاجه ديري من الحبه قبه. خلي الامور تعملي بها معاه بسلاسه، خلي عجوزك ديري لها خاطره في كل شيء. هذا الا قديتي تصبري. اما انا اللي جات تحكي لي المشكل ديالها مع عجوزها ونشجعها ونقول لها لا اختي نوضي تطلقي، لا ما يمكنلكش تعيشي في هاد الدله اختي، وداك الشيء اللي في كرشك واش غادي تدي الدل معاك؟ بالنسبه انا شنو غادي نخدم؟ لنفرض كاع حتى مشيتي طلقتي وكان عندك واحد الاقتناع بالفكر ديال الطلاق، عندك الصناعه في يدك كما قلتي ما عرفتيش شنو هي، ولكن خدمي بها. خدمي بالصناعه ديالك وهزي راسك راسك كما كنتي كتهزي راسك في الاول لوالديك، قلتي برعتي خوتك وبرعتي والديك وبرعتي راسك، حتى دابا راه بالامكان ديالك تبرعي راسك وتخدمي على راسك. وحاولي ان داك عجوزتك راه ربما فاش تشوفك كتخدمي وتهلاي فيها راه هي غادي اصلا هي غتكون في الصف ديالك، غير مازال هي ما جربتش الخدمه ديالك. حاولي تقنعيها، حاولي تصاحبي معاها، حاولي تقربي منها. انا ما كننصحكش بالطلاق، ما كننصحكش بالفراق. عجوزك راه ما الانسان ما تعرفيش شحال باقي له في هذه الدنيا معك، ما عرفناش الامر في يد الله، ما عرفناش شكون السابق. ولكن اعتبري دائما واحد النهار غادي يجي، واحد النهار غتعيشي بالحريه ديالك. غير صبر جميل، والله المستعان على ما تصف مع على ما تصفون. هادشي اللي نقدر نقول لك حبيبتي. الا بان لك الهضره ديالي يعني ماشي في
هذا فماشي في الصريح ديالكم ما عجبتكش. نتمنى الاخوات الكريمات والاخوان كذلك يعطيو الراي ديالهم في القصه ديالكم، ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى كيجازي الصابر، وكوني اسمون على مسمى صابره، خليك صابره حتى ربي يفرج عليك وعرفي كيفاش تتعاملي وعرفي كيفاش تقربي من عجوزتك. واخا كتقولي كتصبني ليها كديري ليها كتفعلي، كاين العجوزات اللي كيكونوا قاصحات وما كيردوش البال داك التصرفات ديالهم، كيجيو داك التصرفات ديالهم كتجيهم زعما عاديه، ولكن هما الصراحه كيكونوا كيزيدوا فيه وكيجرحوا بالتعامل ديالهم العريسات ديالهم. ولكن ما عندك ما ديري، قولي الحمد لله على كل حال، وخليك متبعه الصلاه ديالك كما كنتي متبعه، وطلبتي الله يرجع يجعلك هذا السيد فيه نصيب، طلبي الله سبحانه وتعالى يجعل في هذيك السيده ان شاء الله يجعل فيها الهدايه والتقوى وديرك بحال بنتها. مادام عندك يقين كبير في الله فخلي داك اليقين ديالك واستمري عليه، وان شاء الله ما غادي يكون غير الخير. هادشي اللي غادي نقدر نقول لك عزيزتي، الله يفك وحيلك على خير، الله يهدي الوالدين ديالك، الله يهدي عجوزتك، والله يهدي حتى الزوج ديالك، وان شاء الله يا ربي يبقى شي غير تعاود. ونتمنى ان شاء الله تقولي لي جديد في القصه ديالك وكيفاش تعاملتي، وكنشكركم بزاف على حسن الاستماع ديالكم، بارك الله فيكم، وشكرا لكم على الوفاء ديالكم لقناه سمع حكايتي، الرقم موجود بدايه الفيديو كذلك في صندوق الوصف. الى ان القاكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.